لا لا دوك رفع الاسعار هذه تاع زادوا لهم 27 الف في الكيلو سي با لوجيك يزيد لها 1000 راك في القهوه هي كانت 4000 يحسبها لك 5000 27 الف كيلو عباكش غتخرج لهم قهوه هاي تخرج له بزاف قهوي انا جاب لي ربي البري تاعها ما زادش في المارشي مونديال وكي تعرفي هما لوكازيون كي ياخذوا لوكازيون يقول لك هاي زادت هذه زادت هذه الور انا جيت لهنا يا سمانا بعد عفيشة ساميل قال لك كانت 4000 قال لك ساميل ومن بعد شفنا في اليوتيوب والاخر ومنا قال لك راهي زادت كان دي زونديفيرون يدير 6000 على كل حال وانا ماشي تاع كافي على كل حال ما عندك هكذايا وما عندي حاجه ندخل نشرب قهوه خلص الجراح قهوة بريسي ماشي كابسول كابسول راك تشوفي غالية ديجا هذه ولات 5000 درك راها جاب لي ربي انا غالية بزاف ديجا انا نشفى لك كنا نشربوها 15 دينار وصلت حتى ل 5000 معناتها كي طروا كافي في النهار معناتها راك 15000 معناتها 15000 فوا 10 راها 15 معناتها 450000 في الشهر غير قهوة يعني امونيم هذه ماشي الاسبوع هذا زادت 5000 50 دينار بارتو واش راح نقول لك اختي كل واحد و يقدر تسمى كل شغله جميع المواد الغذائيه تقاست لازم يزيد محتم لا غالب هذه ما عندك ما دير تسمى موافقه الرقابه والدوله على بالها وهذه هي واش راه ديري ما عندك ما يودي ابليكي عليك ان بري ما تقدريش تنيغوسي وتسمى محاصره تسمى جميع المقاهي داروا 50 دينار ما تقدريش لا غالب كون جات واحد بركه ولا زوج نقدروا تما نخيروا مقهى اخر بصح بارت ودركا جيت من باب الزوار لقيتها 50 دينار هنا في ديدوش 50 دينار سي بون اي صاير اي جو بونس كو سي تو تافي نورمال سي تو تفا تزيد القهوه تاع في لاليمونتاسيون باينه بلي حد زيد القهوه في القهوه باينه صافي تو تافي نورمال انا سكي مديرونج برك لي كوبلي كيستيون كوبلي باسكو دي كوبلي كبير ولا تزيد له بوشون دير له عفايس هادوك لي كومبليمون هادوك يزيدوا لك مع البري هذا ما خير سي عادي عفسه اللي بالك ديرونجيني مي القهوه جي با دو بروبليم لازم ينحو لازم ينقصوا من الفوق جو من البخي تاعها كاع القهوه اون جينيرال ماشي في لاكافيتيريا انا نقدر نقول بلي سي با البرودوي اللي يقدر يزيد البخي تاع البرودوي بو اتر فيكس لو سيلي كي برودوي بالك سا دو سا كونتابيليتي بالك عنده ان بروبليم الوغ اي فا سو راش اي فا جيتي كونتر لو بري الوغ هو يزيد يفي ان اوغمونتاسيون اي فو دير كو سيلي كي لا ترونسبورت اي برون سا مارج الوغ لو كابتي تانيت اي فا برون سا مارج تلحق لنا حنا افيك ان بري تري زيلفي اي ان انفلاسيون مي ابري سي كي باي لا نوت سي لو كونسوماتور يلحق ليا يشيرش à débattre, tous les clients cherchent à savoir comment il y a eu l'augmentation, et bien ça s'explique qu'il y a plusieurs mains, et bien ça nous arrive à un prix très élevé, où on est obligé de la vendre au prix intéressant, et puis c'est le consommateur qui prend, c'est lui qui doit la payer cher. Donc le café c'est un produit de nécessité, et puis oui, il la prend, et il est obligé de la prendre, et voilà, c'est lui qui souffre. Derrière lui, tout le monde fait son gain. Et ben, le reste, c'est le client qui supporte le mal. كثير باسكو ماشي كي سي احنا كي نروحو نشرو سلعه اللي نلقاو السومه زاد خطره نشرو هكذا خطره شغل كل خطره يتزيد اختي اوتوماتيكمون احنا لازم نزيدو باسكو لا غالب هذوك هي تزيد احنا نقعدوا هكذاك نخدموا على علام اوتوماتيكمون لازم نزيد هي تزيد احنا نزيدوا اختي لا غالب شحال ننشروا فيها صادي كل خطره ما عندهاش بري اختي قهوه غير تطلع وتزيد هاي غير كيما زادوا لها لا جاب لي ربي غير كيما زادوا لها اوتوماتيكمون احنا لازم نزيدوا اختي باسكو ما فيهاش مخرج بزاف قهوه والشابه كي تعرف يكونسومي بزاف قهوه الله يبارك ما شاء الله حنا تاع القهاوي معروفين بالقهاوي انا نحب القهوه وي شامبيان كافي سي جو بونس كو سي لا شوز لي نحبها بزاف كاع ف
في لي بواسون في هاد العفايس تما في ليكيدات في ليكيد كاع القهوه ينحبها سي با كيسيون طلع لي مورال ماشي قهوه طلع لي مورال بون عفايس في الدنيا هما اللي طلعوا لك مورال القهوه سي جوست كو سافا تيدي باش تقدر تو اكومبلي لي ميسيون اللي عندك في الجورنيه تاعك سي سا بون نشرب انا ما نشربش قهوه حليب نشرب قهوه برك دوكو كي نوض صباح عندي ان كافي باينه تاع في الدار هذاك تاع فيت في دي فوا كي نكون خدام ملي ديستريبيوتور هادوك نشري قهوه دونك جو بونس كو دائما نشري قهوه ابخي عندي جوهت ربعه حشيه هذيك ربعه غير نزيد نشرب قهوه مع دوما دونك جو بوا واحد 3 كافي في النهار هكذا في الليل نو ما ترقدنيش ما نرقدش كون نشرب قهوه في الليل ما نرقدش انا ما نكذبش عليك انا جنبي تاع لا ماشين هذه تاع لا ماشين سيميوي تاع لا ماشين ماشي كيستيون تاع بكري تاع لا ماشين اللي بلو لو ثقيله شويه تاع 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 وي ثقيله فيكو ثقيله افورس تشرب قهوه سافا ديفينير ان فيس بون سي با اون اديكسيون باسكو سي ان فيس و افورس تعرفي لو فيس يزيد يكبر دوكو تولي تحبيها ثقيله اكثر تكون تحبيها خفيفه تشربي خفيفه ما تكتولي تشربيها ثقيله دوكو اني في سطات هذاك تاع نشرب ثقيله دوكو اني نشرب هادي دوك هاليامات انا نكونسومي زوج قهاوي في النهار وحده صباح وحده مول العصر سما لازم باش نفطن يوميا وفي رمضان الشعب الجزائري كامل يشارشي على جل قهوه هذا ما كان مو كافيين معروفه قهوه كافيين ادمان قهوه ادمان كامل مدمنين في القهوه هنايا انا نشرب وحده برك اختي وحده برك وحده ودي فات زوج فوق وحده صباح وحده العشيه هذا ما كان هذا ما كان وحده صباح والعشيه دي فات وحده العشيه مي طول طون صباح وحده هذا ما كان ما زيدش قهوه صباح لازم شان نشوف لازم صباح وحده لا لا نشرب نورمال انا بريسي هذيك ما باسكو ما فيهاش لوغو هذه يا باينه هادي لي زونسيان تراديسيونال اللي تما قعدنا فيها عادة ثلاثة نشرب وحدة مع الصباح في الدار بعد وحدة نص النهار وحدة حشية عادة ثلاثة بصح ما نهبطش من ثلاثة تقدر تكون ربعة تقدر تكون كانت تكون خمسة في رمضان شهر بطلتها من بعد قدر ربي العالمين عاود ترجحت ما كنتش ماشي بطلتها مش بطلت زعما ما نشربش تاع برا نشربها في الدار مي مالوروسمون ما نقدرش للاسف انا شخصيا نعتبر نفسي ما نقدرش لا بريسي كابسول اوكازيونال بما يخص شرب القهوه الشعب الجزائري تما بغرار تما كينقارنوه مع الشعوب زايد شويه في القلقه تما على بها يتناول القهوه بزاف يعني عدد المرات يعني الصباح لازم يشرب قهوه قبل حسب الوظيفه اللي راهو يخدم فيها في الاداره ويشرب يوصل حتى 2 لتر بار جور هذه هي قبل 12 وحده خمسه من خمس قهاوي لازم يكونوا هذه اربعه خمس خطرات لازمين هذه هي هذا هو الشعب الجزائري الدم نتاعو خي تعرف يغلي ما تنجميش ديما تحسي بالمونك هذاك ما تنجميش ما تقدريش قهوه نورمال خيسي شويه لي زاسيد زايدين دي فوا ساعات كي ما تلقايش لازم حتم عليك تروحي لها هذه دي زاد نيوز ان يصلك الخبر بالصوت والصوره.